شكرا عليكم متابعين الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده مع بعض في نادي الاتحاد السكندري، هنا في جوله بسيطه كده ان شاء الله هتعجبكم، وكمان عامله تحدي خفيف لمريم ومعاذ ان شاء الله يعجبكم. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، والناس اللي مش موجوده عندي اهلا وسهلا بيكم، تشرفوني وتنوروني. ما تنسوش تعملوا اشتراك من الكلمه الحمراء اللي موجوده اسفل الفيديو، وتحطوا لي لايك وتعملوا شير وكومنت حلو منكم. هبدا معاكم الجوله الجميله دي. هنا في السباحه زي ما انتم شايفين كده، هنا في بطولات يا جماعه للسباحه ممتازه جدا، بتبدا من اعمار 7 سنين وانت طالع. وفي طبعا دورات كده بيروحوا في اماكن تانيه غير الاسكندريه، بيروحوا نوادي تانيه غير نادي الاتحاد السكندري، وبطولات على الكاس وميداليات وحاجات كده. بجد مكان جميل جدا، وفي كل حاجه. نادي الاتحاد ده في كل حاجه موجوده فيه، العاب، هوايات الرسم، هوايات كره القدم، اي لعبه انت حاببها بتلاقيها موجوده في نادي الاتحاد السكندري. كمان في التحدي بتاع مريم ومعاذ ان شاء الله هيعجبكم، وخفيف جدا هيعجبكم ان شاء الله. وشوفوا مين معانا اللي فاز في التحدي دوت. كمان في مفاجأة في آخر الفيديو، شوفوا للآخر وإن شاء الله تعجبكم. وانتظروني في فيديو تاني جديد. أهم حاجة ما تنسوناش باللايك والشير وكومنت حلو منكم يا جماعة. وأشوفكم في فيديو تاني جديد، وكملوا الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا النهارده تحدي ما بين مريم ومعاز على الايس كريم، ويلا بينا نبدا مع بعض التحدي. يلا مريم جاهزه؟ جاهز يا معاز؟ يلا. هنشوف مين فيكم هيكسر، انت ولا هو؟ يلا يا معاذ. شاطرة يا مريوم. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا ايه، تنسوش تحطوا لنا اللايك يا جماعه، شجعونا شجعوا مريومة. مريم كده خلصتي؟ طيب معاكي اشكري مع السلامة. معاز خلص، مريومة وريني 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 وريني. اوه لسه كتير على مريومة كده. معاز هو اللي كسبك. يلا بينا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر التنبيه. يلا يلا مريم، روحي البيت تاني. هنا تاني؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.